يقول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نقل ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن أحد علماء السلف وهو وهيب بن الورد، قرأ هذه الآية فبكى وقال: خليل الرحمن يبني بيت الرحمن وبأمر الرحمن ويخاف أن لا يقبل؟